بسم الله كده هنتكلم دلوقتي على المحاضرة التالتة. فهنبدأ المحاضرة بتاعتنا بنعمل ريفيجن على الايه؟ على الجزء اللي فات، تمام؟ فكنا خدنا المرة اللي فاتت كان في اكزامبل وقلنا هنأجله للمحاضرة دي، وهنا هنبدأ نتكلم على الاكزامبل ده. الاكزامبل ده هو عبارة عن ايه؟ ان انا عندي كارير ويف التردد بتاعها 20 كيلو هرتز، وقلنا ان هو هنا بيعمل بيحصل لها امبليتيود موديليتد عن طريق الموديليتنج سيجنال، والموديليتنج سيجنال دي هي يا جماعه المسج سيجنال اللي هي الام تي. والام تي زي ما احنا شايفين هنا عباره عن تو تيرمز، الترم الاولاني كوزاين 2 باي 1000 تي، والتاني كوزاين 4 باي 1000 تي، تمام؟ يبقى انا عندي التو تيرم دول. طيب دي يبقى انا عندي طبعا احنا قلنا الامبليتيود موديليشن. الامبليتيود موديليشن هو عباره عن ايه؟ هو عباره ان انا بغير في شكل الكارير سيجنال بتاعتي بيزد على الايه، او بغير في الامبليتيود بتاع الكارير بتاعي كارير سيجنال بيزد على المسج سيجنال نفسها. فهنا بيقول لي find the expression بتاع corresponding single side band suppressed carrier. كنا اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت على انواع ال AM modulation او ال amplitude modulations، وبدأنا النوع الاولاني اللي هو double side band modulation. في ال double side band اللي كان بيحصل ان عندي السيجنال كانت بتتشفت في عند ال high frequency، وكان بيظهر لي امبالس بتاع الكارير كومبوننت، وكان بيطلع لي التو سايد باندز بتوع السيجنال حوالين الكارير ده، سواء الابر سايد باند او اللور سايد باند. كان في نوع تاني اللي هو دبل سايد باند سبريسد كارير، اللي هو عبارة عن ايه؟ ان الامبالس بتاعت الكارير ما بتظهرش عندي لما اعمل موديليشن، فبشيل الكومبوننت بتاع الكارير عند الاف سي، وكان بس بيطلع لي الابر سايد باند واللور سايد باند. في الدبل سايد باند عادي موديليشن عادي كانت الباور بتاعتي بتبقى حوالي 1.5 ايه الباور بتاعت الكارير. في السبريسد كارير كانت الباور بتاعتي بتطلع نص الباور بتاع الكارير. طيب ده الماكسيمم باور يعني. فبعد كده كنا اتكلمنا على السنجل سايد باند. السنجل سايد باند سبريسد كارير هو عباره عن ايه؟ ان انا ببعت الهاف بتاع الباترن اللي طالع لي في الفريكوانسي دومين، بمعنى ببعت الابر سايد باند او اللور سايد باند، لان الاثنين بيحتوي على نفس الكومبليت انفورميشن اللي موجوده في المسج سيجنال اللي اتبعتت. فانا كنت ببعت يا اما الابر سايد باند يا اما اللور ايه سايد باند، وكانت هنا الماكسيمم باور ممكن بتوصل لغايه ربع الباور بتاعت الكارير. كان السنجل سايد باند سبريسد كارير بيوفر في الباندويتس، بيوفر في الترانسميتد ايه. طيب كان خدنا برضو جزء اخير المره اللي فاتت هو الفيستيجيال سايد موديليشن، وده كان بياخد جزء من السايد باند الثاني بحيث ان ما يبقاش الايه يعني ما يبقاش محتاج فلتر شارب قوي عشان تاخد يا اما الابر سايد باند او اللور سايد باند بس. طيب هنا بالنسبه لنا هنا انا عندي سنجل سايد باند سبريسد كارير، فعايز الاكسبريشن بتاع الايه السيجنال اللي هي الموديليتد سيجنال، موديليتد سيجنال اللي هي اس تي، تمام؟ دي عباره عن ايه؟ بيتساوي نص اللي هو الام ده الامبليتيود بتاع المسج سيجنال، اي سي الامبليتيود بتاع الكارير، كوزاين اوميجا كارير بلس اوميجا ام، لو قلنا الاوميجا ده عباره عن الانجلر فريكوانسي اللي هو ايه في التي. طيب فاحنا قلنا الاس تي بقى هنا دي السيجنال العاديه، ده القانون اللي احنا كنا خدناه قبل كده العادي. طبعا هنا ده القانون العام،
نتيجة إن إحنا عندنا هنا two terms اللي هي كوزاين 2 باي 1000 تي وكوزاين 4 باي 1000 تي، فاللي هيحصل إن عايز أعمل إيه؟ يبقى أنا هجيب الفانكشن دي كده، هجيبها مرة للترم الأولاني بلس مرة للترم التاني. فهنكتب ده كده مرة للترم الأولاني اللي هو فيه 1000 دوت، ومرة للترم التاني اللي هو فيه 4 باي مالتبلاي 1000. فعشان كده اتكرر هنا مرتين، مرة M1 ومرة M2، يبقى ده هنا الأولاني وده الترم الإيه؟ التاني. فهنضرب هنا نص M1، هنا الـ M1 المسج سيجنال الكارير هنا الامبليتيود بتاعها هنا بواحد او الكوفيشنت يعني سوري بواحد، وبعد كده هنا ايه كوزاين 2 باي 2 باي، وهنا ايه بنضرب طبعا هنا اوميجا سي اوميجا كارير. اوميجا كارير اللي احنا قلنا عباره عن ايه؟ اي اوميجا هي عباره عن 2 باي اف، تمام؟ يبقى 2 باي ملتبلاي اف اف كارير، اوميجا كارير يبقى اضف الف كارير. طيب ال اف كارير هنا بلس اف الفريكوانسي بتاع الام 1. الاف كارير هنا بكام؟ ب 20 كيلو هرتز، صح؟ ده اللي هو الاف ايه؟ الاف سي. طب خلينا نعمل كده عشان الدنيا توضح الكلام ده كده. لو انا خدته عشان بس يبقى الدنيا ايه الدنيا واضحة كده، تمام؟ هنعدل بس بسرعة مع بعض كده الشكل عشان تبقى الموضوع اوضح شوية. يبقى احنا عندنا في الشكل اللي قدامنا ده يا جماعه يبقى دي جنرال فورم. ده هنا ايه اللي حصل؟ يبقى اوميجا كارير بتساوي 2 باي اف كارير، اوميجا ام 1 اللي هو بتاع الترم الاولاني 2 باي اف ام 1. طيب الاف سي بكام؟ الاف سي هنا بكام؟ ب 20 كيلو هرتز، تمام كده؟ الاف سي هنا بكام؟ ب 20 كيلو هرتز اهو. نكتب كده كوبي طيب يبقى انا عندي الاف سي هنا الاف كارير ب 20 كيلو هرتز اللي احنا فوق ده. طيب يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ يبقى انا عندي الترم الاولاني ده اللي هو فانكشن في اوميجا كارير واوميجا ام 1 اللي هو 2 باي اف كارير بلس 2 باي اف ام 1. الكارير قلنا 20، طيب يبقى 2 باي المفروض في 20 بلس 2 باي في كام؟ اف ام 1. اف ام 1 هنا بكام؟ اللي هو ب 1000. 1000 ده يعني كام؟ ده كده ايه هرتز، يبقى كام كيلو؟ يبقى 1 كيلو. يبقى هنجمع ال 1000 ده بواحد عشان ال 20 دي موضوعه بالكيلو كيلو هرتز، فال 1000 دي هنحولها لكيلو هرتز هي كمان، يبقى بواحد، صح؟ يبقى هنا 20 بلس 1 يطلع لي ال 21. يبقى احنا كده ال 21 دي جت منين؟ هي عباره عن الاف كارير اللي هو 20 والاف ام 1 بواحد. واحد ده جه منين؟ الألف دي معناها 1 كيلو هرتز، تمام؟ يبقى أنا طلع لي 21. طب والترم التاني برضه نص، هنعوض في القانون اللي فوق ده على الترم التاني ده، يبقى نص M2. M2 هنا الكوفيشنت بتاعها هنا بكام؟ بواحد. يبقى هنا الـ M2 دي بواحد، يبقى هنا واحد. AC بكام؟ الـ AC برضه بواحد. طيب كوزاين 2 باي F كارير اللي هو 20 بلس 2 باي F M إيه؟ سوري ده هنا ايه؟ اف ام 2 برضو، ماشي كده؟ يعني دي كده المفروض دي ام ايه؟ ام 2. اوكي
يبقى هنا M2 هنا بكام؟ بص معايا كده، المفروض دي هنا دي كام؟ 2 باي في 2 في 1000 صح؟ الأربعة أربعة المفروض الفورمات تبقى 2 باي في الفريكوانسي صح؟ هنا مكتوب 4 باي، يعني هنا كده دي مجموعة دي كده معناها 2 باي في 2000، الجزء ده كده هنا تمام؟ دي الجزء الثاني ده معناه 2 باي في 2000 صح ولا لا؟ الجزء الثاني ده كده معناه هو ده. طيب يبقى ده الجزء الثاني اللي هو ده كده، الحته دي كده دي معناها كوزاين 2 باي في 2000، فال2000 دي تنزل هنا بكام؟ هنحول 2000 عشان نحولها لكيلو يبقى 2 كيلو تمام. يبقى هنا يبقى ده 20 بلس 2 يطلع كام؟ 22. انا بشرح لكم كده الارقام دي هنا جت ايه؟ جت منين؟ ايه؟ يبقى الارقام دي كده جت من ايه؟ من الموضوع ده. بس نشيل الشكل اللي فات ده يا جماعه فكناه، يبقى 4 باي ملتي بلاي 1000 يعني 2 باي ملتي بلاي 2 في 1000، الاثنين واثنين اللي هم ادونا الاربعه يعني. فانا هعمل ايه بقى؟ يبقى ده كده الترم ده كله هشيل 2 في 1000 دي، يبقى هنا بكام؟ ده ب 2000. 2000 طبعا لما اجي انزل تحت في القانون، لان انا عامل هنا ده بالكيلو هرتز، فال 2000 دي هتتحول ل 2، يبقى هنا 2 وهنا 20، يبقى المجموع بتاع ال 22 هيطلع اللي هو 22 ده، وطبعا في واخد 2 باي عامل ايه؟ عامل مشترك تمام؟ فيطلع لي القانون ده كده. يبقى ده هنا الايه؟ السي تي بتاعتي عند الابر سايد باند. طبعا احنا لما كنا عشان تشتغل لور سايد باند هنشتغل نفس القانون ده كده، بس هنا في ماينس ما بين الاوميجا سي والاوميجا ام، يبقى هتعيد نفس الكلام ده بالظبط بس بالايه؟ بالماينس. يبقى برضه يبقى ده عشان اجيب الايه؟ اللور سايد باند، يبقى نص ام 1 اي سي كوزاين اوميجا كارير ماينس اوميجا ام 1. طيب اوميجا كارير كام؟ اللي هي بكام؟ اللي هي 2 باي اف تمام؟ 2 باي اف يعني الاف هنا بكام؟ قلنا ب 20. طب واوميجا 1 بكام؟ ب1. يبقى 20 ناقص 1 يطلع كام؟ يطلع 19. نفس الموضوع الناحية التانية، 20 ماينس كام؟ 2، يبقى يطلع كام؟ 18. يبقى ال2000 دي ب2، يبقى هنا 20 ماينس 2 يطلع كام؟ 18.